وهذا هو الحقد الذي اعتلج في صدورهم على علي. ولذلك الرجل لما هجم على دار علي ويعلم أنه موصى والجماعة جايين وخايفين، ثقوا بالله يرتعدون يرتعدون، ولكن الرجل نادى فيهم: عليكم بالبيت، إن الرجل موصى. وإلا ما يجسر، ترى ما يجسر. وهاي الأحقاد اللي في قلوبهم، هو الرجل يكتب إلى معاوية يقول له: فعصرتها بين الحائط والباب، فصرخت صرخ خيل لي أن أعلى المدينة صار أسفلها. يقول: كدت أن ألين، شوفوا 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 الحقد، كدت أن ألين ولكنني تذكرت ما صنع علي بصناديدنا في يوم بدر وأحود، فعصرتها حتى أثبتت المسمار في صدرها. التفتت إلى قبر رسول الله، قالت: يا رسول الله، هكذا يصنع بحبيبتك؟ هكذا يا رسول الله، هذا الباب الذي كنت لا تبارحه في بركاتك، هكذا يصنع، هكذا يفعل بنا؟ الله. الإمام يقول لأبي خالد الكابولي: مات رسول الله، فأصبح أهل البيت كأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم. ليلة واحدة لما نتكاثرت على الباب الزليم وصفت نيتها على الدار تجي، والله طلعت ام الحسن ظنت تنحشي، لنا عيت التعب كفار يا بلما انهيسها على الباب النذيل، سند ظهره وحط على الباب الرجيل، كسار منها الضليع واسقط الحميل، حتى نبايت بالصدر بسمار. عظم الله أجوركم، نبت المسمار في صدر فاطمة، كسر جنبها وبقيت على هذه الحال، يغمى عليها تارة بعد أخرى. يا ويلي، وحين حضرت المنية حضر يمه الوصب وقت الوصية.